السلام عليكم، معكم دكتور عبد الله ابراهيم، اخصائي العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه. في دايما مشكله مع كل الناس، ما تربطش نفسك بالاشعه، ما تربطش نفسك بالمشكله. انت ممكن يكون عندك تعب لسبب معين، او انه جالي مثلا سي وجع في ظهري. مش شرط عشان جالي وجع في ظهري روح تكشف قال لي انت عندك انزلاق غضروفي وعندك وعندك ازود المشكله. انا ممكن ابقى انا اخف من المشكله بس افضل متعلق، ما انا عندي انزلاق غضروفي يبقى مش هينفع اخف، انا عندي المشكله الفلانيه ما مش هينفع اخف. مفيش الكلام ده. لو انت ربطت نفسك بمشكله انها هي اللي موجوده وهي لا هي المشكله كذا، ده ممكن اوريدي ياثر عليك بعد كده. وعشان كده لازم نحط في دماغنا، انا مثلا كاشعه، انا لو جبت دلوقتي 100 شخص من الشارع ما بيشتكوش من الم ظهرهم وجيت عملت لهم اشعه، هلاقي عند على الاقل من 50 ل 60 واحد منهم عندهم انزلاق غضروفي. هل معنى ان انا الاقي انزلاق غضروف في الاشعه ان هم عندهم مشكله او ان هم بيشتكوا من الم؟ لا، بس انا لو قلت لهم هيبقى عندهم مشكله. لما انا اقول لهم انت عندك انزلاق غضروف هيبدا ايه ده؟ ده انا ظهري بقى بيوجعني. ما دام ما فيش خطوره ما تربطش مشكلتك بالالم نفسه. لو انت ربطت نفسك بالالم نفسه وبالمشكله نفسها ده هيعمل عليك مشكله فيما بعد. عشان كده حط في دماغك الموضوع ده بشكل كويس، لازم يبقى مترتب بصوره معينه. ما ترتبش انت لو حطيت في دماغك ان انا لا انا متوجع عشان عندي انزلاق غضروفي او انا متوجع عشان كذا، لا ده غلط. وعشان كده ما ينفعش ان انا اشوف اشعه واقول عنده انزلاق غضروفي يبقى خلاص دي مشكله 1 2 3. لا، لو عنده انزلاق غضروفي بفرض ان هو عنده حاجه زي كده بس مش مسمع في رجله، لا مش عامل له الم في ظهره بس الاشعه وجدت ان فيه كذا. ما تربطش ان احنا مش بنعالج الاشعه، احنا بنعالج مريض كيان كامل، حركة كاملة. ناس كتير بتجيلنا عندها انزلاق غضروفي مثلا موجود في الأشعة وكذا، ومشكلتها الرئيسي مثلا ليه علاقة بأنه مفيش ثبات في العمود الفقري، عدم ثبات مثلا، أو أنه في تحميل في رجله زيادة فقالب رجله بشكل معين فمحمل عليه، أو أنه أحيانا في بعض الحالات نتيجة الانحناء الشديد أو أنه في زيادة في الوزن فده محمل عليه فأوريدي عامل، أو سبب أو بسبب طبيعة شغله أنه واقف كتير. كل دي عوامل ممكن تعمل مشاكل، وكل ده ممكن يكون يعمل الم، بس مش لازم اربط ان لا اصل الاشعه قالت ان انا عندي انزلاق غضروفي فهو المشكله، اصل الاشعه قالت ان انا عندي. مش العلاج بالاشعه، ما ينفعش. ما ينف... كل يوم بيتبعت لنا اشعه انه انا عندي كذا خلاص، انا الاشعه قالت كذا يبقى خلاص، الاشعه قالت ده يبقى لازم عمليه. ما بتتعملش كده، ما كانش حد غلب. ما في الاشعه هي حاجه مساعده عشان نشخص بيها، عشان نتاكد من حاجه زي كده، نشوف ان هيحصل بعدها هنعمل ايه، هنلجا لاني حل في العلاج، بس مش معناه ان انا خلاص هو الاشعه قالت كذا خلاص. لا، قدامي مريض، المريض هو الاهم، المريض وحده كامله، ما ينفعش يتبص على المشكله دي بس وحده كامله، لازم اربط كل الاعراض ببعضها. ما ينفعش انك تاخد عرض واحد وتقول بس هو دي المشكله، عايز اعالج المشكله الفلانيه. غلط. النهارده مثلا يعني كان عندنا مريضه مثلا في المركز جلسات زي جلسات الشوك ويف ليها علاقه بالشوكه العظميه والتهاب بطن القدم، فكانت جايه لنا المركز مثلا بالتهاب بطن القدم. طب التهاب بطن القدم ابص عليها هي ما عندهاش التهاب بطن القدم بشكل رئيسي، هي عندها مشكلتها ان رجلها فيها حاجه زي فلات فوت، ان رجلها بتقلب لجوه بشكل زياده، وده اوريدي مع الريبيتيف موفمنت الحركه المتكرره اوريدي عمل مشكله، بيبدا يعمل التهاب هنا في بطن القدم. طب علاجها ايه؟ علاجها ان انا بعمل حاجه اسمها كاستمايزد فوت، ان انا بعمل فوت برنت، ان اعمل شكل بصمه لرجليها وبناء عليه اقوم عامل فرشه مخصصه لرجليها فابدا احسن فيه واقوي عضلات معينه واوزنه. طب ده ايه علاقته بالشوك ويف؟ الشوك ويف هنا يبقى حل اخير، لو الالم برضه ما راحش وما اتحسنش ساعتها بفكر فيه، انما ما ينفعش ان انا والله اصل لا ده بيتعمل اصل التهاب اللفافه الاقصنصيه او التهاب بطن القدم بيتعمل له شوك ويف اعمل. لا، كل حاله ليها اللي يخصها، كل حاله واهم حاجه علاج سببها، سبب المشكله ايه وبناء عليها اعمله، انما ما ينفعش ان انا هعمل اي حاجه وخلاص، لا اصل هو بيقول الحاله الفلانيه يبقى يتعمل لها 1 2 3. مفيش الكلام ده. كل اي برنامج علاجي او اي خطه علاجيه لازم تبقى كاستمايزد، لازم تبقى مفصله حسب المشكله اللي عند الراجل ده او المريض ده. ما ينفعش ان انا اجي اقول والله الحاله الفلانيه بيتعمل لها 1 2 3. لا، كل حاله عندها ايه وتفاصيلها ايه هبدا اتكلم في الخطه دي. كان واحد يعني نفس المرض نفس المشكله في واحد رياضي غير واحد طبيعي، ده ليه خطة علاج مختلفة عن ده. واحد اصلا عيان سنستف جدا ما بيتحملش حاجة غير واحدة، لا او عيان
بيتحمل ومفيش مشكله معاه، ده طبيعه عمله. لا، واحد ما ينفعش يحصل تحميل عليه لسبب معين مثلا في شغله، لا ده ينفع اتحمل عليه عشان لازم يتحرك، ده سنه كبير ده سنه صغير، احتمالات كتير قوي. وعشان كده كل الخطه العلاجيه لازم تكون متفصله لكل مريض لوحده، ما ينفعش نشبك ما بينهم وما بين بعض. فدي حاجه مهمه حبينا نأكد.